تامر انت عملت العكس، انت اشتغلت في التلفزيون الاول وبعد كده رحت الراديو. رحت الراديو. اشرح لي ليه. عارف يعني مش يعني مش قادر استوعب انا عملت كده ليه. لا هو زي ما انت حضرتك عارفه ان مذيع التلفزيون عنده كل التولز اللي تساعده ان هو ينجح، يعني عنده اعداد، عنده تيم، عنده الكاميرات، الاضاءه، الشكل، اللبس، الكلام ده كله. فكنت عايز اعمل الاكسبيرينس بتاعه هو انا هنجح في الراديو ولا لا، يعني التشالنج اللي هو انا نجحت في التلفزيون يمكن لان كنت اشتغل في محطه مشهوره قوي ساعتها. عملت انترفيوز مع اكبر نجوم بالصدفه، يعني هي صدفه كده. هل نجاحي ده صدفه؟ صريح تامر يعني بالصدفه حقيقي، لان انا كنت اشتغل في محطه، كنت اشتغل في ماليدي ساعتها، كانت ساعتها مشهوره جدا. وعملت انترفيوز مع كل السوبر ستار، راغب علامه ونانسي عجرم وحماقي، يعني تبقى واقف فالنجم يعدي قدامك على طول. فاللي هو طب انا عايز اعرف لو رحت الراديو هنجح فعلا ولا لا. ولما رحت الراديو لقيت الراديو فعلا صناعه مختلفه خالص. المذيع هو اللي بيشتغل على كل حاجه من الالف للياء، هو اللي بيعد بنفسه، هو اللي بيفكر في الافكار، هو اللي بيعمل انتر اكشن مع الناس دايركت، وبتبعتي بقى السؤال للناس وانت مستنيه يعني اللي هيحصل في ساعتها. يعني خليك ثابت كده ايوه خليك ثابت. قول بقى، قول كده. الغريب في الموضوع ان الاسعاف ما بقاش يشغل السرينه وهو ماشي. انا لاحظ ان انت مش عاجبك يعني انت متمرد على الحته دي. اكتر من كده يبقى مش هنخش في الليسته. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم وعلى كل حبايبكم وكل الناس اللي انتم بتحبوهم. كل واحد فيكم يحكي لي ايه من الحلقات او من المواقف الاستثنائيه اللي مر بيها وهو في الراديو على الاثير. انا عندي مواقف استثنائيه، لان مثلا الكوميدي الاول ولا نبدا بالوحش؟ كل اللي انت عايزه. كله. طيب نبدا بالكوميدي الاول. مثلا مره كنت عامل حلقه عن الهام وسهام، دول كاركترز انا اخترعتهم، وبسال الناس على تحب تتجوز الهام ولا سهام. الهام دي واخده بالها من نفسها كويس قوي، بتصرف كل فلوسها على الميك اب وعلى اللبس وعلى الدلع وهتدلعك. والعكس بقى الناحيه الثانيه، سهام بقى ما بتصرفش جنيه على نفسها. بس بتحوش كل جنيه بتاخده. والفظيع بقى كان رد فعل الناس، يعني انا كنت متوقع ان الفكره دي جات لك منين يا تامر؟ ما انا عايز اعرف الرجاله ذوقها ايه في الستات وهل فكره روقه دي لسه مسيطره على العالم ولا لا؟ فاكتشفت انه دماغ لا تامر عادل هو في حته ثانيه اصلا. يعني عايز الست الاموره اللي مدلعه نفسها ولا الست بتاعه العيشه وتقف في ظهرك وكده؟ طلعوا كلهم. شفت بقى الرجاله عايزين سهام ولا الهام؟ لا عايزين الهام بس تصرف على نفسها. صراحه مفرطه. دنيا والله لسه من كام يوم اتنين مكلميني على الهوا، عندي لعبه اسمها انا بحبك اكتر. اللعبه دي عباره عن ايه؟ بيطلعوا اتنين على الهوا، كابلز، اتنين صحاب انتيم، حد ومامته، يعني اتنين كابل، وبلعبهم لعبه بسالهم اسئله عن بعض واشوف مين جاوب صح بوينتس اكتر عن التاني. فطلعوا اتنين هم اوف اير قايلين ان هم متجوزين، بس هم الحقيقه على الهوا كان في حاله من الكيوتنس وال كان في مشاعر فياضه يعني ما تنفعش في الجواز. ما تنفعش. لا لا مش تنفع خالص بجد. ايوه متاكدين يا جماعه؟ ما انا سالتهم دنيا. لا انا سالتهم اولا على الهوا، انا اول مكالمه يا روحي هو بيقول لها يا حبيبتي، وبعدين يعني انا شخصيا مش عارفه اتنحن، يعني مش عارفه اجيب التون الحقيقه، وحياتي ويا روحي وبتاع. فانا لقيت المستمعين هيفهموا غلط. فقمت دخلت على طول بالسؤال اللي ياكد للمستمعين هم متجوزين، هو انتم متجوزين بقالكم قد ايه؟ فقال لي 7 شهور. والنبي لك كلموني كمان سنه ونص. ايه السعاده. انت حاسه ان المكالمه دي خادعه للناس؟ كانت اوفر مشاعر قوي. مش احسن معلش خليهم يعني خليهم على رايك يكملوا سنه. حلو كان بقى يلا هم طولوا اصلا 7 شهور ده كتير. انت متجوز ولا لا يا تامر؟ لا طبعا واضح. واضح. هاجر ايه من الايام اللي ما تنسيهاش على الهوا؟ يوم ما انساهوش ان انا حسيت ان مذيع الراديو ده ليه قيمه في ان هو يقدر يخلق اختلاف في حياه الناس. طبعا. يعني من خلال موقف حصل وانا ما كنتش متخيله ابدا ده يحصل. انا مره بتكلم على مركز او المركز التابع لعلاج الادمان والتعاطي. فبتكلم وبقول يا جماعه الخدمات اللي هم بيوفروها، وكان معانا مدير المركز وقتها. وخلصت انا لقيت كم مكالمات وكم مسجز لناس عايزه تبطل ادمان. اوف
كتير كتير وصلناهم وبتابع او تابعت حالتين منهم وهم دلوقتي وصلوا مراحل متقدمه فحسيت قد ايه لا المذيع ده بيعمل فرق في حياه الناس من خلال ان هو ممكن يضحكهم خلال ان هو ممكن يبقى بيفرق في حياتهم بشكل ما ان هو يقول لهم معلومه يقول لهم حاجه فحسيت مبسوطه جدا طبعا وقتها يعني حسيت انه في حاجه استثنائيه قدرنا نعملها. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتش ات ما تخليش حاجة تفوتك.